كعين ذلالنا ما إلى من السماء قالت تقول لا إن كنتم مؤمنين قالوا إلا أننا كنا وتمئن قلوبنا ونعلم أن قد سرقتنا أن نكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إلى من السماء تكون لنا إلا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنه عذبه عذاب الله وعذبه عذاب من العالمين وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهًا من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أخبرتني به أن أقول الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تقبل الله فإنك أنت الذي لا جد كري قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا لله الولد وله ذلك الفضل العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهما على كل شيء قدير سورة الأنعام مكتوبة 167 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وأعلم ما تكسبون وما تأتي من آية من آياته إلا كان على أمركم سيء فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فزن فاتهم وأباهم ما كانوا يرتاجون ألم يراكم ولكن عنهم قال إن قد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النار تجري من تحتهم فأهلكنا بذنوبهم وأنت عن بعدهم قرنا كريم ولو نزلنا عليك كتابا في قرآن سنفر مسوي في عدل لقالوا كبرنا على العسير المبين وقالوا لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقولي الله ثم لا يزرون ولو جعلنا ملكا لجعلنا الله رجلا فلبن عليهم ما يلوسن دفري وعلى قرد ذلك ثم قال كفهاق بالذين سكروا من ما كان بي يرتاجئون شب قل سيروا في الله ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لما ما في السماوات والأرض قل لله أتوالى نسينا مثل يجمع لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين كسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا غير الله تكلوا اليهم فاتي للسماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل اليوم مت أن نكون أول من أسلم ولا تكن من المشركين فلني أكاب إن أشهد ربي عذاب يوم عظيم من يشرب عن يومئذ فقد رحما وذلك الفوز المبين وإن ينصرك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ينصرك بكلم فهو على كل شيء كبير ولقد فوق عبادي ولكن كبير ولئنك شيء لكبر شهادة ولله شهيد بيني وبينكم وهو إن هذا القرآن لأنزلكم به ومن بلغ أنكم تشهدون أن ما لا ليتنكم يا قل لا أشهد قل إنما هو إلا هو والذي بلي مما تشركون الذين آتنا من الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين كسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وما نلم من تدعى لك فنفكر بآياتنا ولا يروح الظالمون ويوم ناشر جميع ثم نقول لذا شركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تظلمون ثم لن تقم برأتم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم ولله ما كان يفترونكم شيء فمن من يرتدوا إلي وجعلنا على قلوبهم آكنة أن يوقعوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا حتى إذا جاءوك يجادلوك يقول الذين كفرنا ذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يكون إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى ذو الجوال أن يروا قالوا يا ترى نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لا كاذبون فقالوا لا ياتي اليوم أنا نجم أبو سندكري ولو ترى ذو الجوال ربي قال عليه سعد
قالوا بلي ربنا قال بدوكل عذاب ما كنتم تكفرون ركس الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت موسى بغلة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساعة ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة الذي تقوى لا تأكلون ولا نعلم إنه لا يهدينك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات لا يجادون ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين كم سيء وإن كان كبر عليك إنعرارهم فإن طلعت أن تبتغي نبقان في قلب أو سلم في السماء فتأتيهم بآية فلو شاء الله لجمع الهدي ولا تكونن من الجاهلين إنما تجيب الذين يسمعون ولموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لا نزل على آية ثم ربي قل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وهم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب يشرون والذين كذبوا بآياتنا فهم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء جل ولا سراد المتقين ذكوري قل لا تكون لكم عذاب لا تكون ساعة أكثر لا تلون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأتانا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كذب قلوبهم وذهلوا مشركين ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا وتن عليهم وأبوا وكل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أكنا بغضهم فإذا هم مرسلون فقل يا دابر القوم لكم سيف فقل يا دابر القوم وقل الحمد لله رب العالمين قل أريتم هناك لا سماكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من الله أن قال لا يأتيكم به وانظر كيف نسرب ولا تسموا يذهبون قل أريتكم لتكم عذاب لا بغة نجهر تنهل لكل قوم ظالمون وما نرسل مرسلين إلا بشرين ومنذرين فمن آمن على ملاك وابن عليهم ولا يعلن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يمسكون ذكري قل لا أقول لكم إني كذا إن الله وعلى عالم الغيب ولا أقول لكم إني ملعنة إلا ما يلي قل أتعلم المساء ولا تفكرون وعندهم الذين يكابون عيشا من العرب ليس لهم من دوني ولي ولا شفي إلا لم يتقوا ولا ترى الذين يدعون ربهم بالغداة ولا يشهدون وجهه ما لك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتربط كل من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولا ولا يمن الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم هذه الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنوا بآياتنا فقل سلام عليهم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ولا فإنه غفور إنكم سيء وكذلك نفسه لا تولي تكتبين السجين المجرمين قل إنني أنا وتدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد التي زعم معنا من المهتدين قل لي على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن حكم إلا لله يقص الحق وكان الفاسدين قل لو عندي ما تسأل به لقل لا بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإنهم وفاء ترك من أعلم وإلا هو وأعلم ما في البر والبحر وما تقول من ورقة إلا أعلم على هبة في ظلمات الأرض ولا ندب ولا ياء بسم الله في كتاب مبين ذكري وهو الذي يتوفيكم بالليل وعلى ما جرات بالنهر ثم يبعثكم به ليقول يا اجل مسميا ثم اليه مرجوكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ولقال فوق عبادي ويرسل عليكم حفاوة حتى اذا جاء احدكم وتوفته رسلنا ولا يفردون ثم ردوا الى الله موليهم الحق اعلى نوركم هو اسر الحاسبين ولما ينجيكم من المات البر والبال تردوا تردوا وقفيا للنجتنا من الله إلا كنا من الشاكرين قل لا ينجوكم نامون فلن كيف نسمع بنت شركون قل ولك أهدوا على أن يوسعدكم على ممن فوقكم أو من تاتي ألغريكم أو يلبسكم شيئا وديكا بعدكم بأسا بعد وانظر كيف نتربوا لا تلعلم يفقهون وكتب لي قومك وهو الحق قل لا تعليكم بي وكيل لكل نبأ مرتكر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخون بأجنا فأجنا أتى يخون بأجيس غيري وإما ينسي أنك شيئا فلا تقضوا بعد الذكر ما يقوم الظالمين وما أدري تكون منه
سابهم من شر ولكن ترى لعلهم يتقون والذين اتخذوا من الله بولا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بآيات سلسل لما خلص لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يقل منها أولئك لهم سر بما كسبوا لهم شراب من عدم وعذاب لهم بما كانوا يفرون ذكوري قل أنا دون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل نرجو على أعقابنا ما لنفهدنا الله كان بده وفي شعر النبي كان بحيرا لو أصاب يده ليلا هداتنا قل إن هدى الله هو الهدي وبرنا لنسمى لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوا وهو الذي لا يتشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وللملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الكبير وإذا قال إبراهيم النبي آدم أتتخذ أصنا ما لا له إلا عليك وقومك أهل الأرض المبين وكذلك قال إبراهيم لقوت السماوات ولن يكون من المجرمين فلما جن عليه لنريه كوكبا قال هذا ربي فلما أبلى قال لا أحب الآخرين فلما رأى قرفا قال هذا ربي فلما أبلى قال لئلا يهدني نبي لا أكون من المرتدين فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فلما أبلى قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه على تهاجني في الله وقد هديا ولا أكاب ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وشاء ربي كل شيء ما بلا تذكرون وكما أكاب ما أشركت ولا تكابون أنكم وأشركتم بالله ما لن ينزل بها لكم سلطانا فإن فريقنا حق باللون إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلهم هدينا ونوح هدينا من قبل ومن جدتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك أنا موسى يكون سيء وزكريا وأي وإيسى وإليا كل من الصالحين وإسماعيل وليسى ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإلتقيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولا أشركوا لأحد لأن ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فجودهم وقوته ولا سألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرائس تؤتون وتكفرون كثيرا قل أنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وعلى كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وما نرى ممن نتبع لما يكرمنا وقال ويلي ولن يرى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات موت والملائكة فا سيدوانيهم وكذبوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون سيء إن الله فارق الحق والنوايا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من أعدائكم الله فأنى تفكرون فارق للصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر وسبحان ذلك
كاتكادير العزيز عليهم والذي جعلكم الجمل تهبطوا بها في الماء البر والبحر ربنا الله فيكم يعلمون والذي انشاكم من نفس واحده فما تقلوا وما تودع ربنا الله فيكم يبقهون والذي انزل من السماء ماء فاكلنا به نبع فكل شيء فاكلنا به خيرا لكل من احب متراكبا ومن نكل من ذلك هو من داء مياه وجنات من اعراج والزيتون والرمان مشتبها وغيرها متشابه انظروا الى سمر اذا سمر وينعي ان في ذلك لا تلقوا من لكم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بقليلهم سبحانه وتعالى عما يسمون بديع السماوات والارض لا يكون له ولد ولن تكن له صاحبه وخلق كل شيء وعند كل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار واللطيف الكبير رزقكم بصار من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها ما نالكم بابيكم سيء وكذلك تصرف الايات وليقولوا درست ولقوم يعلمون اتبعوا ما اليك من رب لا اله الا هو عليا للمشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم كذلك بينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فنبي ما كان يعملون وأقسموا بالله جرى أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وأن إذا جاء الله يؤمن الذكوري ولقلب أبلة وأبصارهم كما لن يؤمن به أول مرة ونذرهم في قلوبهم أن يعموا ألف شب شب اي فكر عليه بني نمبر 1 انت حكيت انا باكي نمبر 1 ابا ما ادرا มลายอามานะอิมะรอนะนะกะลานะไรนะมะไอกะตอกะนะมะโมติวาชะนะไอคุณะเจนติวะนะมะตะยุนิวิลายะนะวะตะจินนังโซงะจะนะกะระดะนะนะคุณะยะดูงะยะนะจินตวะนิติวะนะวะรุวะเราจะเอาปะตะมาปะนิวะนะวะ วันเดียวกันนี้อะไรก็จะเป็นนามีโนราเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ผมมาเอาเงิน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 มาเอา
وانك زيادة من الاباء وعند جاي انك بقوانا جهود دي